بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خير الكلام قوله تعالى في أوائل سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إلى أن قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إلى هنا رب العالمين عز وجل بيّن لنا في أوائل القرآن الكريم أن هذا الكون له قوانين كثيرة، قوانين أثبتها بما خلق آدم عندما قتل أحدهما الآخر من حيث الحسد، أن هذا قانون من قوانين البشر، وما فعل أخوة يوسف بيوسف. ومن القوانين في هذا الكون أن النفاق لازم من لوازمه، ما من مطمع دنيوي رفيع المستوى إلا وفيه شريحة وحوله شريحة من شرائح المنافقين التي تظهر لك الولاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا احنا معكم واحنا كذا واحنا كذا واحنا أنصاركم، ويحاول أن يمثل هذا ويقوم بأعمال جليلة. وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا لا إنما نحن مستهزئون. هذا قاعدة، حيثما وجدت مطمعا دنيويا رفيعا بين عند ملك أو أمير أو شركة أو تجارة أو سوق، في أي مكان فيه مكسب دنيوي رفيع من مجد أو شهرة أو مال أو احترام أو مكسب أو وظيفة إلى آخره، هناك أناس مخلصون أقوياء في الإرادة يقولون الحق وهم الغالبية، ولكن في كل هذه الغالبية لابد أن تكون شريحة من 1، 2، 3، 4، 5 وقد يكون أكثر إذا كانت القضية ملك، هناك حول الملك وحول الأمير وحول المدير وحول الوزير وحول صاحب النفوذ وحول من بيده العطاء، هناك شريحة تظهر غير ما تبطن وتبطن غير ما تظهر، في قلوبهم مرض. وهكذا شريحة تخلق هكذا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الشريحة ضرب الله لها في هذا الكتاب مثلين، وتعرفون أن الأمثال فلسفة استغرقت ثلث القرآن الكريم. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى يعني في قضايا كثيرة، قال على مسألة الوهن، قال عندما ضرب مثلا بنسج العنكبوت وغيره كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إلى آخره. إذن على أمثال هكذا، ما هو المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذه الشريحة الموجودة في هذا الكون حتما، من حيث أن خلق إبليس لا يقل ضرورة وحاجة من خلق جبريل عليه السلام، كما خلق الله جبريل للخير خلق إبليس للشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قضية امتحانية لا تخلو وإلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت لو تعرف 1 تريليون من صيغة الجنة، لو أن عقلك يدرك 1 تريليون من الجنة لأصبحت من الصالحين كالأنبياء لعشقتها، وبالتالي هذا الملك العظيم لابد من ثمن، وهذا الثمن هو الامتحان. ولهذا رب العالمين ضرب مثلين لهذه الطائفة، وهي طائفة موجودة حيثما ذهبت من مع الأنبياء جميعا، هناك منافقون كل بل بالقرآن الكريم سورة المنافقون. وما عانى يعني الكبار الأنبياء والملوك والعظماء والرؤساء والأغنياء كما عانوا من المنافقين، لأن هذا يظهر غير ما هو بطل، ما تعرف شيء يريد،
وينقلب عليك في الساعة التي يجد أن الانقلاب في مصلحته، وكما يحدث الآن في هذه الأيام ترون ماذا يحدث في العالم وخاصة في العالم العربي. أخذ مصر وأخذ سوريا وأخذ ليبيا وأخذ كذا، ناس يتحولون بالدقائق منها الموقع المقع. أين الربح؟ أين المطمع العظيم؟ أين الوظيفة العليا؟ أين أين أين؟ يغير جلده باللحظة. مثلهم المثل الأول قال هكذا. طبعا رب العالمين ضرب لهم مثلين، مثل في حياة السلم، الملك موجود وحوله وزراء مخلصون وشعب وفيون، ولكن فيه 3-4-5-10 متسللون منتفعون متسلقون كالدودة، هذه في حالة السلم. وأيضا في حالة الارتباك وعدم الاستقرار كما يحدث في سوريا، كما يحدث في مصر الآن، كما يحدث في ليبيا، كما يحدث في العراق، في كل مكان في أثناء الهيجان ضرب مثل آخر. مثل السلم رب العالمين ضرب قال مثل كمثل الذي استوقد نارا. شوف انتبه، كل كلمة لها فلسفتها في هذا المثل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما قال أذهب الله نورهم، لا لا، هو رب العالمين أخذ النور ومشي، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات يعمهون. الثاني في حالة فهم لا يبصرون. في الحالة الثانية الهيجان قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت إلى آخره. إذن يعني موضوع الحلقة عن هذه الشريحة التي تجدها عندما يكون لك شأن في أي أمر، حتى لو كنت بالفن، حتى لو كانت راقصة، حتى لو كانت ممثلة، حتى لو كان واحد رئيس حرامية، رئيس عصابة، كاوبوي، يجد حوله منافقين. هذه قضية، كلما على شأنك في أي باب بالحق والباطل جاءت هذه كأنها من لوازم كل إنسان يصبح ذا شأن في أي شأن آخر، صح خطأ حلال حرام، ما دام حولك من يطمع فيك ويطمع بما في يديك ولك صولة ولك مقام، فهذه الشريحة موجودة حتما ولا يمكن أن تزول. وأنت تعرف أن هذه أول يعني أول ما بدأت البشرية عانت من هذه القوانين التي خلقها الله عز وجل في البشر هكذا. فنقرأ طبعا بعدين نقول ما هو أسباب هذا. خلنا أول مرة نتكلم عن المثلين. في أثناء السلم قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هكذا. طيب نرجع نقول شو يعني ما معنى هذا هذا المثل. هذا المنافق لما شاف هذا مركز القوة أيا كانت القوة التي هو مركزها تسلل إليه، ورجل بارع في هذا براعة فطرية، براعة فطرية، قال في قلوبهم مرض، هذا النفاق مرض في القلب. وحينئذ هناك لصوص عندهم خبرة باللصوصية خيال، ودوخت الأمة ودوخت الحكومات إصابات، في قلوبهم مرض، صار فيهم نوع من الحنكة ونوع من المكر خيال. الحكومات قد لا تستطيع أن تصل إلى 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 أسرارهم. هكذا هؤلاء المنافقون، وتعرفون كم عانى منهم الأنبياء، والغريب أنهم دائما القريبون منك. يعني ممن عانى الأنبياء؟ عانوا من أقاربهم. سيدنا نوح من ابن عم قارون، إن قارون كان من قوم موسى. سيدنا موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هو الذي أذى شديد، يعني شهر عليه واتهموا بالباطل وإلى كما تعرفون. سيدنا إبراهيم من عمه اللي سمى القرآن أبوه والعم أب، إن عم الرجل صنو أبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال تتخذ من دون، يعني تعرفوا إيش صار، سوى آزر سوى سيدنا إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه من أهله، وتعرفون ماذا فعل به أبو لهب. هذا قانون، لا تقول لي هذا ليش سوى، قانون لابد أن يكون، والآية واضحة، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ما في مركز قوة إلا فيه هذه الحثالات،
يفرزها هذا المركز يجذبها كما تأتي الخفافيش على 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 المصباح. هذا هو هذا يعني قضية قانونية فسلجية. ولهذا رب العالمين ضرب مثلين لأهمية الأمر ولكي ينبه أصحاب القرار أصحاب المقام أصحاب القمة أن ينتبهوا لأن هؤلاء مفسدون في الأرض كما قال تعالى ألا أنهم المفسدون ألا أنهم هم المفسدون. وإذا قيل ما تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن هذا المثال الأول في وقت السلم والقوة والاستفادة وامتصاص المنافع الشخصية والإثراء على حساب صاحب القرار وصاحب القوة وبالكلام المعسول وإظهار الولاء وعنده طريقة لكي يثبت أنه من أصحاب الولاء بشكل خيالي لأن هذا نوع من أنواع مكر إبليس هذا المكر الشيطاني. ولهذا خربت الدول والأفكار والأحزاب والجماعات والمشاريع والمراكز العليا خربت بطبقة من هؤلاء يعني هؤلاء الناس يبيعك بأي ثمن يعطى. إذن هذا هو الأمر. فرب العالمين سبحانه وتعالى ضرب مثلا لهؤلاء قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة. وهذا ما سنشرحه إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى ما قلنا. قلنا بأن هذه الشريحة هي التي تفسد على كل ذي أمر أمره وهذا من قوانين الكون. ولهذا الكون لا يعيش إلا يعني الكون ما معنى الكون يعني دول جماعات شركات مراكز قوى هذه لا يمكن إلا أن تكون لها عينان تبصران وأذنان تسمعان. اللي يطلق على الآن الأجهزة الاستخبارية استخبارات ومخابرات وما أعرف إيش هذه التي تنفذ قوله تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا تستطيع دولة ولا جماعة ولا حزب ولا هيئة ولا قوة ولا ذي نفوذ ولا ذي مال ولا شركات أن تعمل وتنجح وتحقق أهدافها ومشاريعها إلا إذا كانت لها عين هنا وهناك. وهذا من قوانين الكون كما فعل سيدنا سليمان ما يلار الهدهد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين لولا هذا الهدهد الذي جاء بأخبار بلقيس لخربت الدولة. وهذا واقع الحال في كل الدنيا. عليك أن تكون حصيفا وأن تكون عينك في كل مكان. والعين يعني إنسان موثوق له ولاء مطلق تختار اختيار حسن ينقل لك الصور كاملة وإلا باعك. والخيانات وبيع الأوطان للعدو كلها قضية أرباح قضية مال لا أكثر ولا أقل. من يدفع أكثر ناس باعوا أوطانهم للعدو وللمحتل والأسرار وكل هذا الذي يجري في العالم حرب استخباراتية. أي من هذا الذي نقوله هذا الذي القرآن الكريم يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. انتبه إلى الربط بين ذهب الله بنورهم وفي الآية الأولانية وبين اللي هي طبعا الآية 17 وبين وراه شو يقول رب العالمين فهم لا يرجعون. يا الله قضية كونية لا ينتبه لها الإنسان أن هذا النوع من الشرائح عندما يفعل ما يفعل فرب العالمين مش يطفئ نوره يعني قوته وجهده وبكره والذي فعله أربعة من يبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إذا شاء إذا وجد أن هذا المعتدى عليه يستحق النصرة كما فعل الله مع الأنبياء. فرب العالمين عز وجل يقول هؤلاء الناس لا يرجعون. ليش قال ذهب الله بنورهم يعني ما أذهب الله نورهم وبقي معهم لا تركهم وحدهم لا رب ولا إله ولا أحد ولا أحد ولا نصرة ولا شيء عرايا ضعفاء في غاية المذلة. ليش قال لأنهم لا يرجعون. يا الله حقيقة فعلا مضطردة. الجاسوس والعميل والخائن والمنافق
ما يرجع عن هذا مطلقا إطلاقا كما قال تعالى، يعني ما يتوب. هل سمعتم جاسوس تاب؟ هل سمعتم واحد عميل تاب؟ هل سمعتم واحد منافق تاب؟ ما يتوب. يعني الكافر يسلم، الذي يعبد الأصنام يسلم، وهذا يدعي أنه مسلم ولكنه لا يعرف الإسلام ولن يعود إليه. وإذا لقوا الذين قالوا أمنا نحن معكم مسلمون وكذا إلى آخره، ومع هذا باعوا النبي صلى الله عليه وسلم وباعوا المسلمين لأعدائهم في بعض المعارك. إذن لما قال ذهب الله بنورهم، يعني ذهب أخذ نورهم الذي اكتسبوه بالبداية. هو شو النور؟ إن دخلت في الدين دخلت مع سيدنا موسى، مع سيدنا عيسى، مع سيدنا محمد، وإن كنت منافقا أصابك شيء من النور، صليت معهم يوم يومين، قرأت كم آية من التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أخذت بعض النور، وإن كنت كاذبا لك أخذت صابك نور. فرب العالمين لما بقوا على حالهم أخذ هذا النور وذهب عنهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. الظلمات هنا الحيرة والقلق. لو تعرف حياة، سمعنا وقرأنا بعض الكتب عن هؤلاء الناس، هذه الشرائح، ورأينا بعض يعني المسلسلات عن بعض هؤلاء الناس، فعلا يعيش في حالة سكر دائم ولا ينام، في ظلمات من الخوف والرعب والقلق وعدم الاستقرار والجهل، يعني يشعر أنه بأنه ضايع في أماكن مخيفة قد تأكله السباع. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم ما يقدر يسمع شيء بخير، ما يستوعب الكلام، عمي لا يرى فهم لا يبصرون، قل فهم لا يرجعون. لن هذا قرار إلهي، الذي يخون صاحبه أو بلده أو مليكه بهذه الطريقة النذلة الخسيسة بالخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. أخي أنت رب العالمين، أنت كمسلم رب العالمين جعلك يعني يطلب منك أن تكون آمين حتى مع الكافر إذا استأمنك، ها؟ فإذا يعني رب العالمين كم أمرنا، ها؟ يعني عن المشركين فأبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة، لا تخونه لا تغدر فيه. وحينئذ رب العالمين أول شيء قال هؤلاء الناس، هذه الشريحة لا تعود إلى الصواب ولا تهدي، لك اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى الذي أخذوه قليلا، يعني ولاؤه الكلام الطيب من الملك، من الأمير، من صاحب القرار، من صاحب النفوذ، من رئيس عمله، من وزيره، من يعني من يتملقه، هذا الذي كان معه طيبا وأعطاه وقربه باع هذا للشيطان، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، إلى أن قال سبحانه وتعالى فهم لا يرجعون. لو رب العالمين يعلم أنهم ربما سوف يعودون لا ملهم، وكثيرا رب العالمين هدى قوم أضلوا ولكن الرهباء بقي معهم إلى أن اهتدوا، هذه الشريحة لا تهتدي. وهذا نص إلهي عجيب، ولو تتبعت هذه الدنيا لرأيت أن هؤلاء الناس لا يتوبوا إلا بعد أن يقذفون. ما دام هو عميل، ما دام هو خائن، ما دام هو منافق استمر، متى ما انكشف وحبس أو طرد أو 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 أفلس منهم ارجع عادة يهتدي، هذا لا يفيد. كان عليه أن يهتدي ساعة ما كان بإمكانه أن يفعل وأن يخدم وأن يخون، أما وبعد أن طرد يخون يهتدي، هذا مو محسوبة. فرب العالمين يعني يبين أن هذا الخائن الذي باع بلاده أو أرضه أو جماعته أو حكومته أو رئيسه أو ملكه أو ولي أمره أو شريكه أو أنا ثالث الشريكين، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. أبدا، ذهب الله بنورهما تركهم، خرجت من بينهما. الخيانة عجوبة في هذا الدين. ولهذا رب العالمين عز وجل في هذا الذي ذكره المثال الأول، الخيانة وقت الرخاء، وقت السلم، وانت قاعد، انت جاسوس، انت عميل، انت منافق، انت مصاص مستغل إلى آخره، رب العالمين ليس معك، تحس دائما بضيق وبخوف وما تنام، والخير اللي جاك واللي حصلته من المال والرواتب والرشاوة وأجور الخيانة ما تفعل لك شيء، وتخاف تصرفها، وين تصرفها، إلى يشكون بيك، عايش في هذا. خرج الله منك، لم يعد الله معك إطلاقا، إن الله في كل مكان إلا في المكان الذي أنت فيه فقد تركك للشيطان. من أجل هذا قال
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى أن قال إنهم لا يرجعون، لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني قرار حاسم. وهذا هذا المشاهد، وصدق الله العظيم، ما من واحد من هذه من هذا الفريق من هذه الشريحة الذي يخون صاحبه أيا كان صاحبه إلا ويبقى على هذه الخيانة ما دام مستطيعا أن يخون. فإذا اكتشف وطرد ربما يتوب، لكنه هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، إنهم لا يرجعون. وقال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، والظلمات تفسر عمليا وتطبيقيا بلا حصر، ألم وكآبة وحزن وخوف ورعب، حتى المال الذي جمعه لا يعرف كيف ينفقه، فيخرج من الدنيا ذليلا كسيفا، وابد أن يفتضح أمره بالخيانة يوما. ما من خائن إلا وقبل أن يموت تعرف خيانته. وشاهدنا هذا من بحياتنا من انقلابات ودول كثيرة وحكومة بعد حكومة تطلع الأسرار والمحاكمات الثورية اللي تحاكم العهد الماضي والعهد. الخيانات لابد أن تظهر، هكذا هو، هكذا هي سنة الله في خلقه. هكذا هذا عن إيش؟ عن المثل الأول في حالة السلم. في حالة الاضطراب كما هو في سوريا وغيرها في كثير من الدول يصير في اضطرابات شديدة، مثلهم غير مثل. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم أقام ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إلى آخره إلى آخر إن الله على كل شيء قدير. قال هؤلاء الناس، تأمل واحد بالصحراء ومطر شديد صيب، المطر الشديد الذي فيها الصواعق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أصوات وقراقيع وأمطار غزيرة وأصوات ترعب وهو وحده، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع يدخل أصبعه كله في أذنه من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني شو ما معنى هذا؟ يحاول قدر الإمكان أن يجد لنفسه ملجأ راحة سببا سبيلا يريح ما يجد. هذا الكناية عن يدخل أصبعيه في عمق أذنيه، وهذا خطر شديد، يبحث عن حل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله إلى آخره. كما تعرفون هذه الآيتين في أوائل الصفحة الثانية من سورة البقرة الثالثة تبين لك أن هذه الشريحة لأهميتها وخطورتها ونذالتها واحتقارها وهوانها على الله، ذهب هو بنورها وتركهم لحالهم فهم في رعب ومذلة ومهانة وشعور بالتدني، ولا تحصى السيئات. لهذا ما من ذنب أهون على الله يعني صاحبه أهون على الله من ذنب الخيانة. الخيانة بئسة البطانة الخيانة. ولذلك كل منافق يوم القيامة عذابه عذاب متفرد، هكذا رب العالمين جعلها صورة. المنافقون إن هذا أخطر من عدوك، عدوك واضح، عدوك رجل. لماذا صار المنافق منافقا؟ لما يلي: أولا لأنه تعود الكذب والحسد، ابتلي بدائين الكذب والحسد، حسد صاحبه كما قلنا، كما حسد قارون سيدنا موسى، وأبو لهب ليش صار ضد النبي حسد وقال شنو هذا، لولا أوتي نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا الطفل هذا اليتيم احنا ربيناه كيف يصير نبي واحنا الناس الكبراء قريش، هذا الحسد وبعد يقوم يكذب عليه. يعني هذا أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وراه ويحكي يقول لا تصدقوا إنه كذاب، وهذا على سيدنا موسى عليه السلام اللي هو قارون اتهمه بامرأة قال ترى هذا عنده بنات ويزني وكذا وهاي فلان الفلان جيبوها
وجابوها وبعدين انتقها الله عز وجل. ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. انتقها الله عز وجل، لا والله أنا كذاب، وهذا قارون هو الذي أوحى لي وأعطاني فلوس. هكذا هي الخيانة، هكذا هي الخيانة. إذن أولا أسباب الخيانة الكذب أولا، والكذب أقذر وأقبح رذيلة عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من يجري قال قد يجري صالحون وقع في يوم الأيام وزن أوتاب، حصل بالتاريخ كله وإلى الآن إلى يوم القيامة هناك ناس يصومون ويصلون، لكن وقع أهو ضعف ضعف وضعف على نفسه لا يضر إلا نفسه. المؤمن يقتل قد يقتل، المؤمن يسرق قال يسرق، المؤمن يكذب قال لا. الكذب يتنافى مع الرجولة ومع الإيمان ومع الإنسانية. هذا الذي يكذب هو قد يكذب مرة بحالة من حالات اضطر لها، لكن لا هو طبيعته كذاب. في ناس يعني في ناس في كل حي في كل مدينة في كل قرية على أيامنا لما كنا صغار فلان البيت الكذاب، يعرفوا أنه كثير الكذب هذا المقصود، ولا كنا قد يقع في يوم الأيام. ولذلك هذا الكذاب فقد الرجولة والإنسانية والأخلاق ولم يعش شيئا، بالتالي إنسان كهذا معرض لأن يموت موتا وكمدا من الحسد، من الحسد. إذا اجتمعت فيه الكذب والحسد فهذا يعني أنه وقع في شرك حب الدنيا. الدافع للكذب وللحسد حب الدنيا، تملك قلبه حب الدنيا، ما عنده لا رب العالمين ولا آخرة ولا محمد ولا إسلام ولا قيم، يريد فلوس يريد غنى يريد أموال يريد أسهم، وخلص أصبح هذا أسير لهذا، أسير ليس في عينيه إلا أن يكسب من أي وجه. هذا اللي خلى الناس تسرق وتسرح وكذا خلق خلق، وناس تشتغلون بالبغاء وناس يشتغلون بالسرقات. حب المال، حب المال، وتحبون المال حبا جما. حب المال الذي هو حب الدنيا نعوذ بالله إذا تملك قلب الإنسان فقد أخرجه من إنسانيته، مستعد يعمل أي عمل، جاسوس تكرمون ليص يخون أهله يخون يسرق أمه يسرق أبوه يسرق جاره. ولهذا هذا حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة. نقرأ بعض الأحاديث قبل ما نكمل الموضوع على مسألة حب الدنيا عجوبة العجائب. يقول عليه الصلاة والسلام يقول عن الزهد، يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والجسد، وقال من لم ينس القبر والبلا وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى وعد نفسه في الموتى فذلك الزاهد. يعني هذا وين تجتمع؟ انا كل يوم اعتبر نفسي انا ميت، ما يهمني للمال ولا السمعه ولا الحكم ولا الشهره ولا هذا 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 رجل من اهل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين. اول ما اصلح الله به هذه الامه في اوائلها من أولئك الذين نص الله على أنه رضي عنهم ورضوا عنه، اقرأ تاريخهم، الزهادة في الدنيا. ما سيدنا أبو بكر تخلل بالعباء، ما بقى عنده إلا العباء. سيدنا عثمان أعطى كل ما يملك، حتى النبي قال لما جهز جيش العسرة قال ماذا على عثمان بعد هذا؟ ما بقى شيء. قال له ما بقيت لأهلي، قال بقيت لسيدنا أبو بكر، قال له بقيت لهم الله ورسوله، شو اللي بالفلوس وهو من أغنى الناس. سيدنا علي يقول للدنيا والله لدنياكم أهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها. وهذا شأن الذي كلهم بلا استثناء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى من كان غنيا منهم سخر هذه الدنيا في سبيل الله ولطاعة الناس، كسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، أنشأ بنوك، أنشأ بنوك عديدة بس بنوك ما بيها فوائد، بنوك فقط من أمواله العظيمة، خلى كل أمواله بنك في المدينة وبنك في مكة وبنك في اليمن وبنك في المكان، فقط يقرض الناس قرضا حسنا. وتعرفون بأن أجر القرض ب 18 مش ب 10 ب 18.
ولهذا كان كل واحد عنده يحتاج فلوس، مرض، يتزوج، ما عنده، يروح يستقرض من البنك بدون فوائد، ياخذ البنك 500 دينار، رجع 500 دينار ولا درهم زياده. هكذا هو إذن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين. اصبح يقينهم بالله عظيما، وزهدوا في الدنيا زهدا عظيما، ففتحوا الدنيا كلها. نكمل بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع الى ما كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزينتها وعن الزهاده فيها، فقال: ان الدنيا حلوه خضره، فعلا والله حلوه خضره، بيوتها، جمالها، ازياؤها، موائدها، حدائقها، ومناصبها، والنفوذ فيها، والشهرة فيها، في غاية الجمال. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملوا. هذا الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يمتحنون، يفتنون الامتحان بما 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 يضر. حينئذ هكذا هي الدنيا. إذن وقال: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. هي هذه مشكلة الشهوة، أعدى أعدائك نفسك التي بين تشتهي الملك وتشتهي المال، تشتهي القصور وتشتهي النساء وتشتهي كل شيء. فإذا أتبعت نفسك شهوتها وأتبعت شهوة نفسك هلكت، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعي. وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلقت الدنيا من أجله، وعرض الله عليه أن يكون نبيا ملكا فقال: لا، أريد أن أكون عبدا شكورا. هكذا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلع الشمس قط إلا بعث الله بجنبتيها ملكين يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وهذا صحيح. المقتل يوم القيامة من الغنى، ولا تسألون نعم، ولهذا يوم القيامة هذه حكاية، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. المقتل هنا، كل نعيم تنعمت به في الدنيا ستسأل من أين أخذته وأين أنفقته وما فعلت به وأشركت أهلك وجيرانك ورحمك و و و و هل استقرضك أحد فلم تقرضه، وهل استطاع يعني سألك أحد فلم تعطيه، إلى آخر هذا هذه الأسئلة عن المال. عن ولهذا قال: كونوا كزاد الراكب، خير الناس يوم القيامة الخفيف. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وقد استجاب الله هذا، وفعلا كل آل البيت الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما رأينا واحد مليونير. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. متفق عليه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صار نبي إلى أن مات ما شبع ولا مرة من طعام 3 أيام إطلاقا. ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أن أوتي من الدنيا قوتا. هذا عاد يوم القيامة، هذا كلام ثابت. ولهذا يوم القيامة أخف الناس الفقراء، يعني أول من يدخل الجنة الفقراء. وحديث يقول: فقراء المهاجرين، وفقراء المهاجرين من فقراء الأمة. ليش ما يحاسب؟ يحاسب على ماذا؟ هو عنده لقمة وهدمة كما قلنا قبل قليل، ما عليه غير الثوب اللي عليه ولقمة يأكلها باليوم، وما جمع النبي بين يومين ولا أكل مرتين. وهكذا كان المسلمون وإلى عهد، وهو إلى اليوم هناك ناس هكذا لا يملك ولق على قلتهم، يأكل باليوم وجبة واحدة، وربما فيه هناك تمراية، هناك كان شاي ما أعرف إيش، لكن كوجبة طعام مرة واحدة، مش 3 مرات كما نفعل، وبينهما أشياء عجائب غرائب. 2، إحنا ما شاء الله دوالبنا مليانة ملابس، هو ما ليس على جسده، ليس في بيته إلا ما كان على جسده.
والغريب أن هذا كان شأن الأمة من آبائنا وأجدادنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا ونشأنا صغار في القرى والأرياف والمدن، ما كان في دولاب ملابس، كل الأولاد وكل البنات والزوجة والزوج ليس على جسده، ليس في بيته إلا ما هو على جسده، هكذا كانوا. وهذا كانت البركة وصلة الرحم، وما في نوازل ولا مصائب ولا جوائح ولا حوائج، كان مجتمع مبارك من جانب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد آبائنا. هذا العصر الذي فاض فيه هذا الفيض وهذا الرخاء، وأصبحت الدنيا كما قال النبي حلوة خضرة، حلوت في مساكنها، في سياراتها، في طياراتها، في ملابسها، في أطعمتها، صب الله الخير على هذا الجيل صبا، وهذا موعود به الناس. ولهذا زاد الامتحان زيادة عظيمة، وكثرت نسبة الهالكين وقلت نسبة الناجين، ولتسألن يومئذ عن النعيم. تعرفون سبب هذه الأسباب نزول هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع خرج من بيته هائما على وجهه من الجوع، ونفس الشيء أبو بكر الصديق خرج، وبعدين واحد أهدى لهم صندوقين تمر، هذا أكل وهذا أكل، يعني كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللي عنده وهذا أكل اللي عنده، يعني هي 4-5 تمرات في كل هذا، في كل إحنا مش عارف يسموه صندوق ولا إيش. قال أنتوا كيف تأكلون 4 تمرات وحدكم؟ ما تعطون غيركم؟ ولا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا الصندوق اللي بخمس تمرات هذا هو النعيم. تعالي شوف الآن الموائد كم شكل وكم لون وكم نوع، وفواكه وحلويات وما بين الوجبتين وإلى آخره. أما عند النعم، عند النعم الملابس والأحذية تكفي للأمة. لو أن المسلمين اتبعوا سنة نبيهم وتقليدهم في الطعام والشراب المعقول فلكنت مترفا، كل مترف. النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعي على خروف، دعي على 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 عجل، ودعى على بقرة، ودعى على جمل بالمناسبات لا بأس، ما قال لك تموت من الجوع، لكن سمتك العام ما في إسراف، لا تبذير ولا تقتير، وكل ما شيء معقول، على أن ما تترك في البيت فضلة إلا قبل أن، إذا طبخت أكثر ما تحتاج عليك أن تطعم جارك، من طبخ مرقة فليسكب عليها الماء وليطعم جاره، وإطعام الجار مغفر الذنوب، إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بطعمة للجار. هكذا كان الناس. أما هذا البذخ الذي في بيوتنا الآن، وهناك مدن ودول تموت جوعا كما في الصومال، كما في العراق، كما في مصر، الله يحميها في الأيام القادمة، وما أكثر المنافقين الآن فيها، مع هذا ومرة مع هذا، بالليل مع هذا، بالنهار مع ذاك، والإشاعات والأكاذيب، وهذه هذان المثلان ينطبقان على هذه الأحداث في الدول العربية والإسلامية. عندما تختبط الأمور يكثر المنافقون والمرجفون، لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هذه الشرائح المنافقون واللي في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة موجودون في كل مكان وفي كل عصر، من سيدنا آدم والأنبياء والمرسلين والملوك وإلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. ولهذا رب العالمين بدأ بها الكتاب العزيز، اقرأ أول قرآن الكريم في سورة البقرة نص على هؤلاء، الطابور الخامس اللي نسميه الطابور الخامس، ويا لهم من طابور مؤثر، ويا ما غير الأحداث، ويا ما زور الحقائق، ويا ما كذب على الرجال، ويا ما كتب التاريخ كتابة سيئة كلها تزوير، وهذا الذي يحاسبون عليه يوم القيامة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله، هذا حديث عجيب، مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له 3 أخوة، فقال أحدهم أنا معك حياتك كلها، فإذا مت فلست منك ولا مني. هذا من هذا؟ هذا الذي هو طبعا اللي هذا ماله، قال له أنا معك ما دمت حي أنا معك، بس لما تموت أنا مش معك، السلام عليكم. وقال آخر اللي هو أهله أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولا من، يا الله هذا عجوبة، ما لك يقول لك أنا معك طول حياتك، من تموت مش معك، أما أهلك ما دمت أنت وياهم ما كويسين، بس تطلع لهناك
خذت حرمة، زوجت، طلعت ببيت، طلعت ببيت وحدك، صاروا أعداء. يا لطيف، والله هذه عجوبة العجائب، عجوبة العجائب. ولهذا إذا وجدت أسرة متماسكة، ولهذا رب العالمين كرم الذين يصلون الأرحام تكريما عجيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا الله، نادر نادر أعدى أعداءك. يعني سابقا احنا صغار نشوف لافتات بالمحلات بالشوارع، الأقارب عقارب، ما أدري شلون كذا، نقول شو الكلام الفاضي، احنا صغار بالبيوت كل أعمامنا وأخواننا يحبونا. تبين لا، أنت من تكبر وتصير شيء الكل عدوك، نعوذ بالله. وقال آخر: أنا معك حيا وميتا، اللي هو العمل، عملك الوحيد معك أنت حي وميت وهو عملك. ولهذا ما من شيء أخطر على المسلم يوم القيامة من هذا الترف في المال، في المطعم، في الملبس، إلا إذا أدى حقها عند الله. فهذا الذي يحبه الله حبا عظيما كما جاء في الحديث القدسي: أحب ثلاثا وحبي لثلاثة أشد. أحب الأغنياء، الحديث يقول هكذا: أحب ثلاثا وحبي لثلاثة أشد. أحب الشاكرين، وحبي للغني الشاكر أشد. إذا شاكر أنا جاي الفقير، اللهم لك الحمد والشكر، ما عندي شيء. ليش؟ ما عندي شيء، يعني عندي هالدرهم آكل مع الصديق، أجيب الجار، الفقراء هكذا. يقاسمك فيما عنده في جيبه، كم درهم يتغدى أنت وياه، شوية خبزة ولحمة وإلى آخره. الأغنياء لا، الأغنياء ما تشوفه ولا يشوفك. إذا وجد من هؤلاء غني شاكر يؤدي زكاته ويعطي السائلين، من لجأ إليه عانه، مصرفه بالبيت معقول، ما في بذخ ولا تبذير، يتفقد الفقير الرحام، الجيران، هذا عند الله أعظم من الفقير الصابر بألف مرة، مع أن صبر الفقير عند الله عظمة. كونك فقير وقلت الحمد لله أنا صابر عفيف، وحينئذ مع ذلك يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، هذا عند الله عظيم. الأعظم منه أنت غني ومليونير ولكنك شاكر. يا الله، إذا كان المال في يدك لا في قلبك، ورأى الله أغدق عليك المال لكن ما قصرت مع أحد، أديت حق المال كاملا وأعطيت الفقير والمسكين والجار والمقصر والأخلاخ، فأنت يوم القيامة من ملوك الجنة. هكذا نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا الأغنياء، إن وجد الشاكر، وليش قلنا أكثر الجنة الفقراء، لهم الغالبية العظمى، ودائما الفقير صابر، شو يسوي؟ ما يملك شيء ثاني. لكن شاكرين لكن الشاكرين من الأغنياء قلة. يعني غني أولا يسألونه من أين أخذته، كل غني يسأل من أين أخذته وأين أنفقته وإلى آخره، ها؟ وحينئذ إذا 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 نوقش الحساب هلك. فإن كان حسابه صحيحا، أدى الزكاة والصدقات وما أكل حرام وأنفقه في الحلال في حقه، فهذا يوم القيامة لصعوبة هذا الأمر ومشقته يوم القيامة مع الأنبياء هكذا صف في الفردوس الأعلى، من أعظم المقربين الأنبياء الأغنياء الشاكرون وعلى قلتهم. فإذا رأيت غنيا شاكرا فتقرب منه، فإنه يلقد الحكمة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة بذمنة قوم، أنا إلى عهدنا إحنا صغار كل حي من الأحياء في مكان يخلون به المزبلة. سابقا ما كان في عمال النظافة وتجي يدق الباب ويشير كيس النظافة، ماكو. تجمع النفايات على مكان سمو ذمنة، هذه الذمنة يصير مثل التل ويرمون بها الزبالة والكذا، تتكون يعني خارج المحلة حوالي يعني كيلو متر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي مر بدمنة من هذه البيال وألق على سخلة ميتة نتنة، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لأهلها فيها حاجة؟ يعني هذه اللي راميها على المزبلة على الدمنة والسخلة ميتة منفوخة، يعني هذه أهلها ما يحتاجوها، ليش رموهنا؟ قالوا: يا رسول الله، ولو كان يعني لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. هكذا هي الدنيا.
فحب الدنيا رأس كل خطيئة. إياك أن نتعلق، تحب نشتغل، كلنا نحب نشتغل ونسعد بيت ونسعد فلوس ورصيد إلى آخره، إياك أن يتعلق قلبك بها بحيث تأكل حلال حرام تظلم وبخيل وما تعطي تهلك، لأن هذه حب الدنيا جعلك كذاب ومماري وبعدين منافق وتحاول تتزلف. إذا أحببت الدنيا، لأن حب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد ظمأ. فنسأله تعالى أن يغنينا من فضله وأن يقينا شر النفاق، وأن نبعث يوم القيامة ممن رضي الله عنهم إن شاء الله بفضله تعالى وبمنه وكرمه، فلن يدخل الجنة أحدنا عمله وإنما هي برحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.